استقرار سعر صرف دولار الأمريكي أمام الليرة السورية في السوق السوداء، وتقارير توضح أن متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية يقفز إلى 13 مليون ليرة، وارتفاع قياسي في أسعار الذهب في سوريا على خلفية صعود سعر الأونص عالميا. هذه هي عناوين أهم الأخبار والأحداث الاقتصادية في سوريا. للمتابعة كمل معايا، أنا حسين علي بتكلم في الذهب والدولار والعملات. في البداية ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. عاد سعر صرف الدولار الأمريكي للاستقرار والهدوء أمام الليرة السورية داخل تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 6 يوليو 2024، بعد أن تراجع الأخضر أمس بمقدار 200 ليرة. ويتحرك دولار السوق السوداء أمام الليرة السورية بين مستويات إلى 14850 ليرة إلى 15250 ليرة. ووفقا للأسعار المعلنة في السوق السوداء، فإن المئة دولار هتساوي 1,485,000 ليرة. وكان مصرف سوريا المركزي قد حدد سعر الدولار في نشرة المصارف الصرافة عن 13,600 ليرة، وفي نشرة السوق الرسمية التي تصدر عن البنوك عند 12,500 ليرة. وبالنسبة لأهم الأخبار الاقتصادية في سوريا، أوضحت تقارير أن متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية يقفز ل 13 مليون ليرة. وفي التفاصيل، كشفت تقارير اقتصادية أن متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد قفز إلى ما يزيد عن 13 مليون ليرة، فيما وصل الحد الأدنى لنحو 8,100,000 ليرة. وذكرت التقارير أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية في بداية شهر يوليو الحالي شهد ارتفاع بنحو 537,489 ليرة سورية عن وسط تكاليف المعيشة التي سجلها المؤشر في نهاية مارس الماضي، إذ انتقلت هذه التكاليف من 12,499,867 ليرة إلى 13,037,356 ليرة. وارتفع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة بنحو 335,930 ليرة، منتقلا من 7,812,417 ليرة في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 8,148,347 ليرة في بداية يوليو الحالي، أي أن التكاليف ارتفعت فعليا بنسبة قاربت على 4.3% خلال الشهور الثلاثة الأخيرة. وأوضحت التقارير أن الارتفاع خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة كان بنحو 3.7%، وأشارت التقارير إلى أن هذا الارتفاع في تكاليف المعيشة توازى مع اشتداد تقفز منطقة الأجور. وقالت التقارير أن الحد الأدنى للأجور البالغ 278,910 ليرة سورية كان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2024 غير قادر على تغطية سوى 2.2% من وسط تكاليف المعيشة، وباتت خلال الأشهر الثلاثة التي تليها من العام نفسه غير قادرة على تغطية سوى 2.1% من وسط تكاليف المعيشة. كما ارتفع الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية الشهرية لأسرة مكونة من 5 أفراد من 4,687,450 ليرة في نهاية مارس إلى 4,889,008 ليرة في بداية يوليو، وذلك بالاعتماد على وسط أسعار هذه المكونات في الأسواق الشعبية في العاصمة دمشق. وفي النهاية، فإن استقرار الأسعار والأسواق حلم ينشده المواطن كل صباح لكي يتمكن من مواجهة الظروف الصعبة والطاحنة التي يعيشها. ورغم كل ما يعانيه المواطن من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بآمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل. الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب، وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت: بلادك، حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار في عدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم السبت، سجل الدولار في دمشق 14,950 ليرة مبيع و 14,850 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب 15,000 ليرة مبيع
و14,900 ليرة شراء، وسجل دولار في إدلب 15,200 ليرة مبيع و15,100 ليرة شراء، وسجل دولار في اللاذقية طرطوس 14,950 ليرة مبيع و14,850 ليرة شراء، وسجل الدولار في درعة 14,950 ليرة مبيع و14,850 ليرة شراء، وسجل الدولار في حمص 15,000 ليرة مبيع و14,900 ليرة شراء، وسجل الدولار في عين العرب 15,200 ليرة مبيع و15,100 ليرة شراء، وسجل الدولار في منبج 15,200 ليرة مبيع و15,100 ليرة شراء، وسجل الدولار في الرقة 15,200 ليرة مبيع و15,000 ليرة شراء، وسجل الدولار في دير الزور 15,200 ليرة مبيع و15,100 ليرة شراء، وسجل الدولار في الحسكة القمشلي 15,250 ليرة مبيع و15,150 ليرة شراء. أما فيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 16,001 ليرة للبيع و15,888 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 10,871 ليرة للبيع و10,789 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 18,892 ليرة للبيع و18,754 ليرة للشراء، وسجل الدولار الاسترالي 9,956 ليرة للبيع و9,874 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 454 ليرة للبيع و449 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3,957 ليرة للبيع و3,927 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 48,545 ليرة للبيع و48,192 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 4,031 ليرة للبيع و4,001 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 4,073 ليرة للبيع و4,042 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 20,944 ليرة للبيع و20,795 ليرة للشراء، وسجل الدينار العراقي 11,332 ليرة للبيع و11,256 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 308 ليرة للبيع و304 ليرة للشراء. بالنسبة لأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم السبت، سجل جرام الذهب عيار 24 1,143,000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 1,050,000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 1,003,000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 860,000 ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2,385 دولار فاصل 91 سنت، وسجلت ليرة الذهب 7,946,000 ليرة سورية اللي بتساوي 536 دولار فاصل 95 سنت، وسجلت أونصة الفضة 641,870 ليرة سورية اللي بتساوي 31 دولار فاصل 20 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 14,851 ليرة. نكمل جولتنا للسعرات أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، وما زالت أسعار صرف الدولار مستقرة في السوق السوداء في لبنان عند مستويات 89,650 ليرة للبيع و89,350 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني وادعمني، أنا حسين علي، هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.